قال شيخ الطريقين وإمام الفريقين أهل الحقيقة والطريقة، العارف بالله تعالى أبا القاسم الجنيد رضي الله عنه: اعلموا معاشر القاصدين إلى الله تعالى أن العبد إذا قصد إلى الله وإلى مواصلته بطيران السر وصفاء النية على أن يقيم معه إلى الأبد استقبلته 1000 عقبة، كل عقبة أكود وأطول 1000 مرة من العرش إلى الثرى، ولا تزال هذه العقبات تستقبله عقبة بعد أخرى، وهو يجوزها واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى مقصوده ومحبوبه. فأول العقبات التي تستقبله هي عقبة الدنيا بكل ما فيها من زهرتها وطيب عيشها والتمتع بأنواع نعيمها وراحتها، فتقول له: أين تذهب يا عبد الله؟ أنا مسكنك ومأواك، خلقت مني وولدت في وعشت بي، لابد لك مني. فإذا نظر العبد إلى غوامض آفاتها وكمال سحرها وأنواع مكرها وغرورها وكثرة شرها وبلائها وسرعة فنائها وتقلبها بأهلها، ويرى من نفسه ميلانا إلى راحتها وشهواتها وحسن المعاشرة مع أهلها، اعتصم بعون الله ولم يلتفت إليها وزهد فيها ولم يشتغل بها ويقول لها: يا مأوى كل بلاء، يا غدارة، يا عدوة الله، كم رأيت من غدرك. وقوله هذا وفعله حرمة لإجلال ربه، فإن الآفات كلها راجعة إلى حب الدنيا. ويقول لنفسه: يا نفس، أما هذه الدنيا فإنها فانية، والذي لا بد لي منه هو مقسوم لي بقسمة الله لا يزيد ولا ينقص، وهو القادر على أن يغنيني عن الدنيا. فلما جاوز هذه العقبة بفضل الله وقطع عن قلبه حبال التعاليق وصفى سره من غبار التخاليط، صار منفردا للقصد إلى ربه تعالى، وتخلص من هذه العقبة الكؤود، واستقال من إمارة الدنيا بالزهد فيها بعون الله عز وجل. هناك تستقبله عقبة أخرى هي عقبة الخلق بكل ما في عرفهم وعاداتهم، هي أصعب العقبات بلية وأشدها مشقة وأطولها نهاية وأبعدها مسافة وأمرها على القلب من غيرها 1000,000 مرة. نادوه وقالوا له: أين تذهب يا ولي الله؟ نحن رفاقك وندماؤك ونعينك على جميع أمورك، ولا بد لك منا في الدارين وفي جميع أمور الدين والدنيا. فينظر العبد إلى ألوان طبائعهم وسوء أخلاقهم وقلة وفائهم وغوامض آفاتهم وقبح بواطنهم وفنون غوائلهم
وكمال غدرهم وسرعة إعراضهم وخساسة هممهم وعظيم انقلابهم وغوامض مهلكاتهم، ويرى نفسه مائلة بطبعها إلى ثنائهم ومحمدتهم مع محبة الرئاسة والشرف والجاه والمنزلة عندهم، فحينئذ يعتصم بعون الله ربه ويقطع إيمانه منهم ولا يشتغل بهم ولا يلتفت إليهم، ويقول: يا معاشر الرفقاء، الذي لا بد لي منه حقيقة هو الله تعالى، وهو قادر أن يغنيني عنكم. وقوله هذا مع فعله إجلال لحرمة محبوبه ومقصوده. فلما جاوز العبد هذه العقبة وقطع عن قلبه حبال التعاليق، وصفى سره من خباط التخاليط، وصار منفردا بالقصد إلى الله سبحانه وتعالى، وتخلص من عقبة الخلق، واستقام له الانفراد بالفرد والاستئناس بربه من ربه تبارك وتعالى، ثم يستعينه سبحانه فيعينه بإعانته، فيديمه الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة حتى تستقبله العقبة الثالثة، عقبة النفس بكل ما فيها من الجهل والغفلة والنسيان والفترة، التي هي أصعب العقبات بلية وأشقها وأطولها نهاية وأطولها وأبعدها مسافة، وهي عقبة كؤود أعظم العقبات وأصعبها وأمرها. فتقول له: يا عبد الله، أين تذهب؟ أنا نفسك، بقاؤك بي وقيامك بي، وأنت لا تقوى على جميع ما تصنع إلا بي، ولا تنصلح لك أمور الدارين إلا بي، ولا بد لك مني. فإذا نظر العبد إلى نفسه وتركيب أساسها وتطبيع بشريتها وأساس خلقتها، فإذا هي مملوءة بكل هوى وشهوة، مشوبة بكل العيوب وكل عثرة، مائلة إلى كل بلاء وآفة، أمارة بكل خطأ وزلة، مركبة بكل فساد وفتنة، مربوطة بكل كسل وفترة، ثم إنه يرى نفسه عند عبادة الله عز وجل كسلانة وفي حالة الكسل والفترة، كأنها ميتة جيفة لا تتحرك، ثم يراها عند الحرص في الدنيا كأنها وعاء لا يملأ، ويراها عند الحسد كأنها نار تلتهب، ويراها عند الطمع كأنها خنزير تحرق الأرض عند جوعها، ويراها عند الفخر والعلو كأنها تدعي الربوبية، ومع هذا يرى أن الشيطان قد صار واحدا منها مع كيده ومكره وكثرة حيله لإهلاكها. فعند ذلك يعتصم بالله تعالى ويستعين به على مقتها ومخالفتها، ويأنف بنفسه أن يشتغل بهواها ومرادها،
ولم يلتفت إليها حرمة لإجلال ربه، ويقول لها: يا مأوى كل شر ومعدن كل بلاء، إن الذي لا بد منه حقيقة هو الله عز وجل، وهو الواحد القهار قادر على أن يغنيني عنك. فلما جاوز العبد هذه العقبة بفضل الله، وقطع عن قلبه حبال التعاليق، وصفى سره من غبار التخاليط، فصار مجردا للقصد إليه، وتخلص من هذه العقبة، واستقامت له إمارة التقوى بعون الله وتأييده. فعند ذلك استقبلته عقبة الجنة بكل ما فيها من الثواب وطلب العوض من الله تعالى على وفاء صدق العبودية التي هي أصعب وأعظمها بلية وأدقها آفة وأعظمها صعوبة لأهل القرب والمحبة بالنسبة إلى غيرها بألف ألف مرة. وقالت له الجنة: أين تذهب يا ولي الله؟ أنا دار الخلود والمقام ومحل التحية والسلام، أنا دار النعمة والجود ومعدن الغبطة والسرور، أنا دار الجلال والجمال والنزهة والكمال، أنا دار الأنبياء والأصفياء ومعدن الأتقياء والأولياء، أنا أجر العاملين وجزاء الصابرين وثواب المطيعين أبد الآبدين، أنا خلقت لك وزينت لأجلك، ليس لك دار غيري ولا منزل سواي ولا مأوى دوني، فلا بد لك مني. فإذا نظر العبد إلى أولها وأوسطها وآخرها، فإذا أولها لم تكن شيئا فصارت مكونة بتكوين الله تعالى، وإذا نظر إلى أوسطها كأنها لم تزل لله تعالى، ليس لغير الله تعالى فيها شيء. انظر إلى آدم لما عصى الله تعالى، تبرأت منه الجنة بكل ما فيها، فلم يصحبه بعد ذلك من الجنة إلا ورقة، وتبرأت منه بما فيها وأذاقته الهوان والمذلة. وأما آخرها فشغل شاغل يشتغل بها العباد عن سيدهم ومعبودهم. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ومع ذلك فإن العبد لا يصل إليها إلا بعد مدة طويلة، وإن لم يذق الموت والقبر والقيامة لا يصل إليها، وإنه يصل إلى الله تعالى في كل نفس، بل في كل طرفة عين، بل أقل من ذلك. قال الله تعالى: واسجد واقترب. فعند ذلك يعتصم بالله تعالى ويستعين به عز وجل على قطع علائق ما دونه، ولا يشتغل بها ولا يلتفت إليها إجلالا لحرمة ربه، ويقول لها: يا محل الأنبياء ومعدن الأولياء، إن الذي لا بد منه حقيقة هو الله عز وجل، وهو قادر على أن يغنيني عنك، لأن الحاصل من الدارين هو الله عز وجل. فلما جاوز العبد هذه العقبة
وقطع من قلبه حبال كل علاقة بها، وصفى سره من غبار التخاليط، وصار قلبه منفردا للواحد الفرد، واستراح من تعب هذه العقبات، واستقامت له إمارة التجريد والتفريد، فحينئذ يواصل محبوبه ويتولاه من هو لا يرى الخير إلا منه، فهو نعم المولى ونعم المعين جل وعز. حينئذ تستقبله عقبة العطايا والكرامات والمواهب والمقامات، وهي لا تحصى عددا. فهذا أوان غض بصره عنها، وأن لا يلتفت لها ولا إلى شيء منها، حرمة لإجلال ربه. ثم يبسط له ما يبسط من المحن والبلايا نوع بعد نوع، وغير ذلك مما لا يصفه واصف غيره. ففي كل ذلك يقول: يا حبيبي وقرة عيني ويا غاية أملي، أتوسل بك عليك ألا تصرفني عنك ولا تكلني إلى سواك. فلما علم الله منه صدق القصد إليه وانقطاعه بالكلية، وصار فردا لفرد طالبا مواصلته قاصدا قربه، أوصله إليه وقربه منه أقرب من الروح إلى الجسد، ثم بقي معه إلى الأبد، وتولاه الملك العزيز الذي جلت صفاته وتقدست أسماؤه، وصار لسان حاله ينشد ويقول: طوفي يا نفس كي أقصد فردا صمدا، وذريني لست أبغي غير ربي أحدا، ابكي إن لم تجد من دونه ملتحدا، ومن تولى عنه يسلكه عذابا صعدا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.